وزارة الصحة كشفت عن تفاصيل موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي لعام 2024، واللي بتقدم خدمات طبية لأكثر من 70% من المصريين، وبتشتغل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين. عايزين نعرف تفاصيل أكثر من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير أستاذ محمد، صباح الخير أستاذ جمانة، كل سنة وحضراتكم ومشاهدي حضراتكم بألف خير يا رب. يا أهلا بك يا فندم، حضرتك طيب. المبادرة الرئاسية الأساسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الحياة الكريمة للمواطن المصري. وجزء من الحياة الكريمة هي الحياة الكريمة الصحية والتغطية التأمينية الصحية الشاملة. وإحنا عندنا قانون التأمين الصحي اللي صدر 2018، وبدأنا في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد يمكن من 2019 بستة محافظات، والنهارده داخلين في خمس محافظات تانيين. ده منظومة التأمين الصحي الجديد. لكن في نفس الوقت واحنا شغالين بتوجيهات السيد الرئيس في تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد، هناك منظومة للتأمين الصحي قائمة منذ الستينات بنعمل دائما على تطويرها وتحسينها عشان نوصل في النهاية عندما يأتي المعدل أو الوقت الزمني لتغطية تأمينية شاملة لكل المواطنين على الأراضي المصرية. فواحدة من التطوير الذي حدث في العام الحالي والعام الماضي هو قرار الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضبط فئات جديدة للتأمين الصحي. النهاردة بنتكلم على ارتفاع معدل التغطية التأمينية بعد ما كانت ما يقرب 53 مليون، قربنا من 70 مليون من خلال تقريبا 68 مليون و9 من عشرة، لما ضمينا فئات جديدة اللي هي بنتكلم على المزارع وعمال الزراعة. الدكتور حسام، الدكتور حسام صوت حضرتك مش واضح، اتفضل يا فندم. نتكلم على المزارعين والفلاحين كفئات جديدة، سائقي التاكسي والميكروباص، العمالة غير المنتظمة، أعضاء النقابات المهنية من الفنانين والتشكيليين والممثلين، كل دول تم ضمهم لمنظومة التأمين الصحي الحالي عشان يرتفع عدد المؤمن عليهم من ما يقرب من 52 أو 53 مليون لرقم قريب من 70 مليون. في نفس الوقت هناك زيادة في الموازنة الخاصة بالتأمين الصحي الحالي بما يقرب تقريبا من 14%. السنة اللي فاتت كانت الموازنة 35 مليون و9 من عشرة، النهاردة بنتكلم على 42 مليون و500 ألف تقريبا. ده عشان يغطي الفئات الجديدة، وفي نفس الوقت عشان نقدر ان احنا نوفر الأدوية والعلاجات والمستلزمات المؤمن عليهم مع تغيير سعر الصرف وحدوث ارتفاع في الاسعار. ده بيحقق ايه؟ ده بيحقق تغطيه تامينيه لاكثر من 70% من الشعب المصري، بيحقق جوده في الخدمه، بيحقق حياه صحيه كريمه للمواطن المصري. طيب دكتور حسام، يعني حضرتك ذكرت انه بالفعل تم ادخال فئات جديده ضمن منظومه التامين الصحي، لكن بالنسبه للخدمات هل في تطوير للخدمات او في خدمات اضافيه زادت؟ احنا النهارده مش بس كمان زي ما حضرتك قلتي وشكرا للسؤال، احنا مش بس بنتكلم على توسع افقي في التغطيه، لكن كمان بنتكلم على توسع نوعي مش بس كمي، وهو زيادة الخدمات الصحية المقدمة من حيث يعني النهارده بقى عندنا العمليات القصاطر المخية، بقى عندنا عمليات القلب من خلال القصاطر القلبية اللي بنسميها الفار. النهارده هناك عمليات أكثر تعقيدا، هناك خدمات أكثر صعوبة تم دخولها في منظومة التأمين الصحي، وده بيرتبط ب زيادة الإنفاق على منظومة التأمين الصحي. طيب في محافظات جديدة يا فندم هتنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل قريب؟ امبارح كان في اجتماع لدولة رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبنتكلم على إضافة محافظات المرحلة الثانية اللي هي خلال الفترة القريبة القادمة، بنتكلم على خمس محافظات تانيين هيدخلوا في منظومة التأمين الصحي، من بينهم
مرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء، دول داخلين في المنظومه خلال الفتره القريبه القادمه عشان يبقى عندنا ما يقرب من 11 محافظه، تقريبا ده يقرب من نصف عدد المحافظات في جمهوريه مصر العربيه. طيب دكتور حسام، يعني في كمان عامل مهم جدا الحقيقه في قطاع الصحه هو فكره العاملين بهذا القطاع، فكره تاهيل الاطباء ومقدمي الخدمه بشكل عام، لو هنتكلم على المنشات او حتى الاطباء والممرضين وما الى ذلك، ايه اللي حصل في هذا الملف تحديدا؟ يعني زي ما حضرتك ذكرت انه ركن اساسي من اركان الخدمه الصحيه هو مقدم الخدمه الصحيه، الفريق الصحي بداية من الأطباء وكل الفريق المعاون أو الفريق الصحي المعاون في تقديم الخدمات الصحية. النهارده بنتكلم على تأهيل طبي مستمر، مش بس مرتبط بالدراسات العليا والماجستير والبورد والزمالة وكمية الملتحقين بيهم، لكن كمان بنتكلم على تدريب مستمر بنسميه تطوير مهني مستمر على كل ما هو حديث في مجال تقديم الخدمه الصحيه في العمليات. النهارده عندنا المجلس الصحي المصري وده انشئ بقانون لزياده كفاءه العاملين في المجالات التخصصيه في القطاع الصحي بالاضافه الى قطاع التدريب وزاره الصحه والسكان. النهارده بنتكلم على ارقام زادت على اجمالي الفريق الصحي ما يقرب من 15 ل 20 ألف سنويا بيتم تدريبهم في الفريق الصحي على كل ما هو جديد في مجال تقديم الخدمات الصحيه. طيب جزء قد يكون معروف بالنسبه لابناء المحافظات اللي اشتركوا بالفعل في نظام التامين الصحي الشامل الجديد، لكن بالنسبه للمحافظات الجديده اللي لسه هتدخل عشان نشجع الناس اكتر ان هي تنضم لهذا النظام اللي هو نظام التامين الصحي الشامل، ايه الخدمه اللي بيحصل عليها المواطن من خلال وجوده في هذه المنظومه منذ ذهابه للمستشفى؟ يعني هو لسه داخل عشان يكشف، ايه الخدمه اللي بتقدم ليه؟ هو في البدايه بيبدا بالتسجيل في المنظومه. التسجيل في المنظومه ده بيخلينا ان احنا ويمكن دي كانت دراسه عملها منظمه الصحه العالميه في سنه 2021. النهارده بعد سنه واحده من تطبيق منظومه التامين الصحي في بورسعيد نسبه الاتفاق المواطن من جيبه على الخدمات الصحيه قلت بنسبه 20% ده بعد سنه، فالنهارده بعد 4 سنين نقدر نقول انه تقريبا لم يعد هناك انفاق من الجيب على الخدمات الصحيه، فانت تتلقى الخدمات الصحيه سواء بدايه من الرعايه الاوليه اللي مرتبطه بالكشف من خلال طبيب الاسره او وحدات الاسره، ولو لا قدر الله احتجت الى فحوصات كل ده بيتم تحويلك من المستشفيات، ولو لا قدر الله احتجت تدخلات جراحيه او احتجت حتى علاج الاسنان النهارده داخل في منظومه التامين الصحي الجديد، فانت بتتكلم على رعايه صحيه بدايه من الاحساس بالمرض والذهاب الى الكشف عند في وحده الرعايه الاساسيه وانتهاء بلا قدر الله اذا احتجت اي نوع من انواع التدخلات الجراحيه او الفحوصات التي نحتاج اليها للوصول لتشخيص دقيق ومن ثم علاج لتخفيف الخلل. دكتور حسام، بالنسبه للخدمات النوعيه اللي بتقدم للسيدات، يعني تقريبا في 48 مليون و500 او 400 الف زياره للسيدات ضمن المبادره الرئاسيه لتطوير صحه المراه منذ انطلاقها في 2019 ويعني حتى شهر مارس، بالنسبه للخدمات اللي بتقدم للسيدات يا فندم ايه هي؟ طيب حضرتك النهارده بتتكلمي على المبادره الرئاسيه لصحه المرأة المرتبطه بالكشف المبكر والتشخيص المبكر في اورام الثدي. فاحنا النهارده اورام الثدي تحديدا يمكن من الاورام التي تصل نسبه الشفاء فيها الى 100% في حال الاكتشاف المبكر. ولهذا زيارات المرأة من سن 18 سنه في الكشف او الاستفاده بمبادره السيد الرئيس لصحه المراه اللي بتشمل الماس، تشمل الفحص الكلينيكي، تشمل عمل الاشعه الماموجرام، ثم اذا لا قدر الله كان في اي نوع من انواع الاصابه او اي نوع من انواع الاشتباه يتم التحويل لاكثر من 30 مركز من مراكز العلاج الاورام للتعامل بشكل مباشر، سواء بقى في حال احتياج الى عينات او في حال تحتاج الى اشعه اكثر
من انواع الاصابه السرطانيه بيتم تقديم العلاج بالمجان تماما، وده اللي خلانا ننزل باكتشاف سرطان الثدي من لما كنا بنكتشف ما يزيد عن 69% من المصابات في المرحله الرابعه اللي هي بيبقى وصلنا المرحله الحقيقه يصعب فيها العلاج ويصعب فيها الشفاء. نزلنا الى ان النهارده بقى عندنا الاكتشاف في المرحله الرابعه لاقل من 20%، والنسبه الاكبر يتم اكتشافها في مراحله الاولى اللي بتساوي تمام الشفاء بعد تلقي العلاج. تمام. طيب المنظومة التأمين الصحي الشامل بتتعامل مع المستشفيات الحكومية سواء المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة، مظبوط؟ هل في أي نوع من أنواع التواصل مع المستشفيات بتاعة القطاع الخاص؟ هناك شراء للخدمة. يعني في حال إذا كانت الخدمة غير متوفرة في المستشفيات التابعة للتأمين الصحي أو المستشفيات المملوكة للدولة، يتم التعاقد مع المستشفيات القطاع الخاص او المستشفيات حتى المجتمع المدني في تقديم الخدمات الصحيه للمؤمن عليه التي لا تتوافر في منظومه التامين الصحي او في المستشفيات التابعه للتامين الصحي. نعم، هناك تعامل بشكل مباشر وتعاقد على تقديم الخدمه سواء في مع المستشفيات القطاع الخاص او مستشفيات المجتمع المدني. دكتور حسام، اخيرا نحن بنقول خدمات طبيه تقدم لاكثر من 70% من المصريين. خلينا برضو نعرف الساده المشاهدين، هل هناك اي شروط للالتحاق بمنظومه التامين الصحي؟ ما هو منظومه التامين الصحي احنا النهارده بنتكلم على فئات بيتم ضمها للمنظومه. يمكن احنا الحقيقه مصر تكاد تكون هناك منظومه تامينيه لتغطيه كل المواطنين، لانه اللي مش ملتحق بفئات التامين الصحي سواء كانوا من الموظفين او الاطفال، ودي مساله مهمه، كل الاطفال منذ ولادتهم لحد اما يخلصوا الثانويه العامه بشرط استمرارهم في الدراسه مؤمن عليهم. وبالتالي بنتكلم على الموظفين، بنتكلم على الاطفال، بنتكلم على الفئات الجديده التي تم ضمها العماله غير المنتظمه، سائقي التاكسي اعضاء النقابات المهنيه، كل دول هي فئات مضمومه للتامين. طب في حال اذا كان المواطن غير متمتع بتغطيه تامينيه بيحصل ايه؟ بيتم تغطيته من خلال العلاج على نفقه الدوله، دي منظومه تامينيه ايضا وهي العلاج على نفقه الدوله. احنا تقريبا النهارده بنتكلم على تغطيه تامينيه لما يطلب من كل المواطنين على الاراضي المصريه، لانه اذا ما كنتش متمتع بالتامين فانت من حقك ان يتم علاجك على نفقه الدوله. كل الشكر لحضرتك دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه، شكرا جزيلا يا فندم.